إذا بالنسبة لواجهة البرنامج هي كالتالي، لاحظوا كيني ماستر أنا أعتبره البرنامج رقم واحد، يعني برنامج احترافي على مستوى المونتاج وعلى مستوى تحرير الفيديو. إذا سنقوم كذلك بمثال بسيط، إذا عندما نقوم ب قلت بتنزيل البرنامج هو متواجد بدكان التطبيقات بلاي ستور، ويتيح نسختين، النسخة المدفوعة والنسخة المجانية. حتى النسخة المجانية حقيقة لها نفس الإمكانيات، فقط عندما نقوم بتخريج أو تصدير المشروع يعطينا واجهة نصف شاشة الهاتف عكس النسخة المدفوعة. إذا هنا مثلا سأذهب إلى برنامج أو مشروع جديد عند علامة زائد، إذا سأرجع عندما أضغط على زائد يعطينا هذه الاختيارات. إذا كيف نريد واجهة الفيديو؟ إذا أنا سأختار الواجهة الأولى على اليسار أن تكون أفقية حتى تناسب الصورة التي أعددناها سابقا. إذا كما تلاحظون هذه هي واجهة البرنامج. لدينا في الشاشة السوداء هي مساحة الأحداث، ثم على اليمين لدينا الأدوات، وفي الأسفل لدينا الخط الزمني، وربما نفس الأشياء التي سبق أن تعرفنا عليها في كامتازيا، قريب منه جدا، وربما أغلب برامج المونتاج لها نفس الواجهة. إذا سنبدأ ونقوم بمثال أول. سأذهب مباشرة إلى ميديا حتى أحضر نفس الصورة التي أعددناها سابقا. إذا كما تلاحظون لدينا هنا حيوانات الغابة، إذا أضفت العنصر الأول كما تلاحظون، إذا هذا العنصر هو العنصر أو الواجهة الأولى للتطبيق الذي اشتغلنا عليه أو أعددناها سابقا في البرنامج السابق، ثم سأكتفي بهذا العنصر. إذا كما تلاحظون الواجهة هي كما تلاحظون. مثلا عندما أضغط على هذا العنصر في خط الزمن يعطينا هنا مجموعة من الأدوات والاختيارات، مثلا جرافيك يوكليب، يعني قريبا من لي ترانزيسيون، يعني لما نشتغل بالباور بوينت حتى نفهم كذلك، عندما أضغط مثلا سيعطيني ما هي طريقة دخول هذا العنصر. لاحظوا مثلا لو أشرت على هذا المثال، لاحظوا التأثير في الشاشة. الاختيار الثاني، لاحظوا نجمة مضيئة. الاختيار الثالث نفس الشيء. الاختيار الرابع، إذا سأعود إلى مكتبة اختيارات، لاحظوا الاختيار الثاني مثلا اختيار الطائرة، إذا كل هذه أمثلة يمكن أن نجردها مع إضافة مجموعة من التأثيرات الخاصة بالأشياء التي يمكن أن نضيفها متعلقة بليزيفي وطريقة الدخول. طبعا كذلك مكتبة غنية جدا. إذا أي عنصر هنا يتيح إمكانية إضافة صورة، لاحظوا إضافة عنوان مثلا، سأضيف عنوان هنا لاحظوا مكان النص. كذلك مجال الكتابة يتيح إمكانيات رهيبة جدا. إذا سأحفظ نفس عنوان حيوانات الغابة مثلا. إذا لاحظوا، وكذلك العنصر يمكن أن أعدي عليه على مستوى الصوت والصورة وغيرها من الإضافات. طبعا أدوات كثيرة جدا لا يسمح الوقت بالوقوف عندها. إذا عندما أنهي مثلا هذا الاختيار سأؤشر على العلامة الأعلى على اليمين بمعنى قبول هذا النوع. إذا لاحظوا هنا لو أضفت مثلا، لاحظوا سأذهب إلى ميديا وسأضيف صورة أخرى مثلا يكون هذا العنصر الثاني، إذا سأؤشر على نعم. لاحظوا أن لدينا عنصرين في الخط الزمني، وبين العنصرين لدينا مساحة خاصة بالترانزيسيون، يعني انتقال من صورة إلى صورة كيف نريد أن ينتقل. لاحظوا هنا مثلا إذا اخترت هذا العنصر اختار، وكل عنصر يمكن أضيف صور، أضيف تعليقات، أضيف كتابة
حينما تأتي هذا العنصر يعني خدمات عجيبة جدا فقط بالهاتف النقال. لاحظوا خيار آخر، وغيرها من الواجهات والأدوات للانتقال من واجهة إلى واجهة أخرى. كذلك لاحظوا إذا قلت يجب أن نميز بين أداتين، الأداة الأولى ميديا، عندما أختار ميديا سيعطيني صورة أو عنصر إضافي في نفس الخط الأول. أنا أريد مثلا أن أضيف، ما دمنا نتحدث عن هذه الحيوانات وموضوع حيوانات الغابة، لاحظوا أن سأغير هذا العنصر من هذا المكان، سأضغط عليه لأحوله إلى مكان آخر. لاحظوا على مستوى الطول والمدة التي سيستغرقها في الواجهة. إذا أريد أن أعود إلى العنوان حتى يكون هذا هو الأول، سأحركه هكذا بالضغط بالإصبع حتى يكون هو الواجهة في مقدمة الفيديو. إذا أضغط قلت على المقطع وأسحبه إلى المكان الذي أريد. إذا قلت الآن سأضيف، لن أضيف صورة ميديا بل سأضيف عنصر في نفس هذه الصورة الأولى. لدينا هنا كوش، لاحظوا عندما أضغط على كوش هنا بمعنى سأضيف عنصرا فوق العنصر الأول. وأنا مثلا سأضيف حيوان متحرك مثلا. الإشارة، هذا البرنامج لا يدعم الصور المتحركة يعني الانزماج أنيمي، دائما نحولها إلى فيديو ثم نضيفها. هناك برنامج يحول الصور إلى فيديو، لو اتسع الوقت نقف عنده. مثلا سأضيف مثلا هذا العنصر ليكون مثلا هذا الثعلب. لاحظوا هذا الثعلب أضفته سيكون في خط زمني حتى يكون فقط فوق الصورة الأولى كما تلاحظون. أو سأقوم مثلا حتى نفس الشيء بالنسبة للصورة الأولى، سأضيف من مدتها حتى يكون نفس مدة الحيوان. إذا هنا لاحظوا عندما أعود إلى هذا العنصر هذا الثعلب سأقوم بتصغيره. كما تلاحظون لاحظوا إذا سأقوم بعملية التكبير ثم أسحب إلى الأسفل. وعندما لدينا هنا حتى أجرب، لاحظوا لدينا هنا بلاي. إذا فقط هذا عنصر واحد وإلا يمكن أن أضيف عناصر أخرى. إذا مثلا لاحظوا مثلا هذا عنصر من العناصر. إذا قلنا يجب أن نميز بين إضافة عنصر إلى الخط الزمني الأول من خلال ميديا، ويمكن كذلك أن أضيف عنصر فوق عنصر من خلال كوش. إذا هذا الكوش اللي هو الطبقات، لدينا إما خيار أول صورة أو إفي تأثير أو عنصر آخر أو كتابة أو تأثير إلى غير ذلك. مثلا لاحظوا سأضيف حيوان آخر يكون في الواجهة. إذا سأقلص من مساحة هذا العنصر الأول وسأضيف عنصرا ثانيا من خلال كذلك ليكون كذلك حيوان آخر مثلا متحرك، ليكن مثلا هذا الحيوان وسيعطينا خدمة أخرى سأل عنها الكثير في التكوين السابق. لاحظوا لدينا هنا هذا النمر مع خلفية خضراء أو يسمى بسكرين أو جرين سكرين، يعني كيف سأزيل هذه الخلفية باستعمال كينيماستر. إذا لاحظوا لدي هذا الفيديو، على اليمين سأذهب إلى كروما كي. ربما الأستاذة أسماء جزا الله خيرا شرحت بشكل مستفيض هذا الأمر، كيف يمكن أن أزيل خلفية من أي فيديو. إذا لاحظوا لدينا هنا هذا الفيديو القصير، سأؤشر على كروما كي. إذا سأقوم بالتأشير على أكتيفي، سأقوم بتنشيطه. لاحظوا وبشكل تلقائي أزيلت الخلفية الخضراء. إذا سأؤشر أوكي في الأعلى
والآن سأغير مكان هذا النمر. إذا سأغير مكان كذلك ذلك الثعلب حتى لاحظوا، لأن إذا كما تلاحظون سأشغل مثلا هذا الفيديو من الأول. وغيرها من الإضافات الكثيرة جدا، نحن فقط اليوم في صورة التعريف بالأدوات وغيرها من الخيارات الأخرى. نذهب الآن إلى مثلا إلى العنصر الثاني الخاص بالأصوات، أوديو. عندما أضغط على أوديو أذهب مباشرة إلى المكتبة ويعطيني الأصوات أو الخلفيات الموسيقية المتوفرة لدي. إذا أشرت على أي مثلا سأجرب مثلا هذا فقط من باب التجريب، مثلا لدي هذا الصوت، أو لدي على اليمين أو على اليسار لاحظوا يمكن أن أسجل صوتا وأعلق فيه على الفيديوهات. إذا سأضيف مثلا هذا الصوت لاحظوا الآن سأحصل على خط آخر في الأسفل متعلق بالأصوات. إذا هذا فيما يخص الصوت، كذلك لدينا في وسط الأدوات لدينا هذه الدائرة الحمراء عندما أؤشر عليها يعطيني خيارين، إما خيار التقاط صورة أو يمكن أن أسجل بشكل مباشر. لاحظوا عندما أنا أسجل فتظهر صورتي بشكل تلقائي. إذا كما تلاحظون ويكفي أن أضغط على آلة التصوير لتقوم عملية التسجيل، لأن هذه العملية فقط للتعريف سأعود. أو لدينا آلة التصوير لاحظوا هنا سأصور وسألتقط الصورة. لاحظوا الآن أنا أمام الحاسوب. إذا سأعود. بالنسبة كذلك العنصر في الأسفل هو الصوت، وبعض الأحيان قد نريد أن نعدل على 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 فيديوهات مثلا مقاطع أن ننزل الصوت بشكل نهائي وأضيف صوت آخر. إذا لاحظوا هنا يمكن أن أؤشر هنا من خلال العنصر الأول متعلق بالصوت، أما هذا العنصر فهو متعلق بتسجيل أصوات خاصة بنا كما رأينا في بداية العرض. الفيديو والصوت والصورة عناصر كافية لإنتاج فيديو. إذا هنا عندما أضغط على ديماري فسيبدأ البرنامج بتسجيل الصوت الخاص بي. مثلا حتى نقدم مثال حي، أستاذة أسماء فضلك الوقت ويسي سعيد، بقيت لك 4 دقائق. أربع دقائق يا الله، 4 دقائق. إذا كمثال أخير لاحظوا سأذهب إلى المكتبة وسأحضر مثلا فيديو كيفما كان نوعه، مثلا ما دمنا في المجال المتعلق بعالم الحيوانات. إذا لاحظوا لدينا هذا الفيديو الذي أضفناه إلى شريط أو خط زمني لهذا البرنامج. إذا في انتظار أن يقوم برنامج تحميل هذا المقطع. إذا كما تلاحظون لدينا كذلك خلفية خضراء. إذا أعيد نفس الطريقة فأزيل الخلفية. إذا لدينا هنا كروما كي، لكن ربما الوقت ضيق إذا سنطلق ربما الفكرة واضحة. إذا لاحظوا لدينا هذا الشكل أو هذا المقطع الفيديو سيكون مصحوبا بالأصوات. إذا الأصوات يمكن أن أتحكم فيها من خلال العنصر الذي إذا أفعل هذا العنصر وأذهب إلى الصوت. لاحظوا في الأعلى على اليمين وهنا أتحكم في مستوى ودرجة الصوت، إما أقوم بزيادة مستوى الصوت أو التحكم فيه من خلال هذا العنصر. إذا برنامج غني في الحقيقة، يمكن التحكم في هذه الأدوات من خلال تطبيقه وتنزيله.
إذا انتقل مباشرة إلى